هذا بالنسبة للاختبار. الاختبار وضعوه قبل حوالي 13-14 سنة، يمكن تقريبا بحمل تقريبا 15 سنة الآن، وكمعيار لدخول الجامعة. في أفكار كثيرة عن اختبار، إنه عقدونا، إنه ربحهم مادي، إنه ما أدري إيه. الاختبار أبدا، الاختبار مو القصد منه مو ربح مادي، الاختبار مو قصد منه التعقيد، الاختبار منه القصد منه كمعيار التقييم. فمركز قياس الدولة الله يحفظها وضعت مركز قياس عشان تضع الاختبارات هذه، اللي هو مركز اللي هو اختبار قدرات او اختبار التحصيل او غيره، كمعيار اضافي لتقييم الطلاب. انا اعرف ان فكره اختبار يمكن جديده علينا في السعوديه، الكثير منها يعاني، لكن صدقني هو اختبار لمصلحه البلد، بمعنى انه الانسان المجتهد يقدر يدخل طب، هندسه وغيره بتخصصات المطلوبه. طبعا زي ما قلت اختبار جديد، في بعض افكار مي صحيحه عنه، وانا مهمتي الان هنا أصحح هذه المعلومات وأساعدك أساعدك في الحصول على درجة عالية. لا تحسب أن الاختبار برضو شيء جديد في العالم، اختراع سعودي 100%. الاختبار موجود في العالم كله، في أغلب العالم مطبق في دول كثيرة، حتى بعض الدول لها أكثر من 100 سنة تختبر هذا الاختبار. يعني الطلاب والطالبات من ثانوي دخول على الجامعة يختبروا نفس الاختبار، وعلى فكرة نفس المعاناة، اختبار معقد، اختبار صعب، اختبار غيره، وبس انه في مجال كبير للتحسين في ادائه. شيء ثاني، الاختبار كان المعتاد انه يكون ورقي، من سنه وشوي فتحوا المحوسب، فالمحوسب موجود في الرياض، جده، الدمام، وفي مناطق ثانيه جالس يعمل، وفي مناطق اخرى حيبدا يعمل قريبا. اول كانت الورقي، مطلوب منك تختبر مره في الترم، إذا فوتها لا أنا محوسب مثلا في الرياض، في جدة، في الدمام، مفتوح طوال السنة، فأي وقت تحب تقدر تروح وتختبر. طيب إحنا نتكلم عن الورقي والمحوسب. زي ما تعرفون أنه أول الطالب من ثاني ثانوي يقدر يختبر من الفصل الأول والفصل الثاني، ومن ثم ثالث ثانوي والفصل الأول والفصل الثاني، فعنده أربع فرص. برضو المحوسب الآن اللي بحكمه مفتوح حيكون عنده خمس فرص، فأنت الآن من ثاني ثانوي أو أنت الآن من ثاني ثانوي عندكم خمسة فرص للاختبار، 3 ورقي، 2 محوسب، 1 محوسب، 4 ورقي، المهم إن مجموعها خمسة فرص، فتقدر تختبر بأي وقت في المحوسب أو الورقي على إن شاء الله 4 ديسمبر أو 12/2 بالهجري. المطلوب منك الآن إذا أنت ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي، المطلوب منك الآن أسمع كلامي وروح سجل في الاختبار الورقي أو سجل في الاختبار المحوسب. الآن وقف الفيديو، أفتح صفحة جديدة، أدخل مركز قياس وسجل اسمك في الورقي، لأن هذه تعتبر فرصة لك، لا تفوت الفرصة هذه. أعرف أن فيها رسوم 100 أو 150، يعني حاول تدبرها من هنا أو هناك، بس أهم شيء سجل. من أكثر الأسئلة التي تواجهني من الطلاب والطالبات، إيش الفرق بين الورقي والمحوسب؟ ما في فرق كبير. الورقي له اجراءات معينه، المحوسب له اجراءات معينه، بس في الاخير هو نفس الاسئله، تقريبا نفس الاقسام ونفس صعوبه الاسئله، وهذه اهم معلومه. الورقي والمحوسب زي ما يقول مركز قياس انه نفس صعوبه الاسئله. جميل. بالنسبه للاجراءات، اهم اجراء في المحوسب والورقي انك لازم تجيب اثبات، فبالنسبه للطالب حيجيب البطاقه او الرخصه او الجواز، بالنسبة للطالبة يا إما تجيب بطاقة الأحوال، كرت العائلة، أو بطاقة يوزعوها في المدارس للطالبات. أهم شيء أنه إثبات رسمي، ما حتقبل الصورة ولا حتدخل الاختبار من غير أي إثبات، لازم يكون الإثبات الرسمي معك. هذه معلومة مهمة جدا، عشان إذا رحت الاختبار وما معك البطاقة ترى حيرجعوك. طيب الآن لما أقول لك الورقي والمحوسب وقف الحلقة وروح سجل، هذا خليني أنتقل إلى جزء مهم، اللي هو جزء كثير من الأفكار الخاطئة عن الاختبار. من أحد الأفكار الخاطئة عن الاختبار إنه الواحد أو الواحدة يقول أوكي أنا بثاني ثانوي مستعجل على إيش، لما أجي ثالث ثانوي حختبر والسلام. مو صحيح. ليش؟ لأن الاختبار اللي عندك خمسة فرص، فأنت في الفرصة الأولى والفرصة الثانية، غالبا الفرصة الأولى والفرصة الثانية لأن اختبار جديد عليك، غالبا أنك ما حتجيب درجة كويسة غالبا، فتكون لك الفرصة الأولى زي الخبرة التعليمية تصير عندك، الفرصة الثانية، الفرصة الثالثة يمكن تعدل. فأنا نصيحتي لك أنك على الأقل تختبر ثلاث فرص من أصل خمسة. طبعا إذا اختبرت خمسة بها ونعمت، بس إذا ما قدرت تختبر خمسة على الأقل اختبر ثلاث فرص على الأقل، لأن كل ما تختبر فرصة كل ما إن شاء الله تتعود على اختبار أكثر، فيمكن تزيد درجاتك.
اعرف واحد يقول اوكي انا اختبرت 80 اختبرت مره ثانيه جبت 75، فعشان كذا يا شباب يا بنات ما انصحكم تختبرون مره ثانيه، ما هو صحيح. اوكي اختبر الاختبار الاول 80، اختبار الثاني 75، جرب الاختبار الثالث حتى لو انها بدات تحذر بزياده جبت 73، المركز مشكور حيعطيك الدرجه الاعلى. بمعنى اختبرت الاختبار الاول، اختبار الثاني، اختبار الثالث، اختبار الاول جبت 73، اختبار الثاني جبت 72، الاختبار الثالث جبت 72، فهو يعطيك الدرجة الأولى اللي هو 73، وكل هذا لمصلحتك. فأنا أقول لك من الآن حاول تختبر على الأقل 3 مرات، إذا اختبرت 5 مرات مرة كويس، في الأخير المركز حيعطيك الدرجة العالية. هذه شغلة. الشيء الثاني أنه في كثير من الأحيان يقول لك حجبت الدرجة، حجبت الدرجة، حجبت الدرجة، للشباب اللي يجيبون درجات عالية. حجبت الدرجة أسباب جدا فنية، يعني بعض الأحيان تحتاج تختبر مرة ثانية ويعطوك إياها، وبعض الأحيان بس يحجبوها فترة ويرجعوا لك الدرجة، فما عندك مشكلة. بس الأكيد أنه الدرجة اللي حتاخذها أو اللي حترسل للجامعة هي الدرجة الأعلى، ولذلك عندك فرصة كبيرة أنك باختبار مرة مرتين ثلاث أنك حتجيب درجة أعلى. وزي ما نقول شعبيا التكرار يعلم الشطار. أحد الأخطاء أو ثالث الأخطاء اللي هو أنه كثير من الشباب والبنات للأسف يمروا علي يقولوا الاختبار ما له مذاكرة. مو صحيح. أيوه الاختبار جديد، أسئلته غريبة، واحد ما يروح مذاكر ويحل صح. بعض الأحيان كثير من الشباب يذاكر ويجيب درجة أقل من الاختبار اللي ما ذكر له، بس الاختبار له مذاكرة. المشكلة فيها أنه الاختبار مذاكرة الاختبار غير شكل، ما هو شيء احنا متعودين عليه من اول ابتدائي الى ثالث ثانوي، ما احنا متعودين على طريقه اختبار زي كذا. فعشان كذا لازم المذاكره تكون مذاكره مختلفه نوعا ما. خلينا اقول لكم للاسف كثير من اللي دربوا في القدرات ما يعرفوا طبيعه الاختبار ولا يعرفوا طريقه المذاكره له. اقول الكثير الغالب العام، في بالعكس في اشخاص مقتدرين ما شاء الله عليهم ويعطيهم العافيه، لكن بالعموم الاختبار ناس كثير يقولوا ما له مذاكرة. مو صحيح، الاختبار له مذاكرة. من خلال منصة رواق مرة ثانية، الاختبار الكورس هذا حيثبت لك أنه بطريقة مذاكرتك للاختبار بإذن الله، إذا أخذت الطريقة هذه بإذن الله أنت قادر تجيب درجة عالية. المطلوب منك أنك تتعود على الطريقة، أنه في تمارين حتشتغل عليها، عشان كذا قلت لك الكورس حيكون في تمارين. أحد النقاط برضو اللي على الأخطاء إنه يقول لك والله اختبار قدرات اختبار رياضيات، إذا أنت جيد بالرياضيات حجيب درجة عالية. مو صحيح، والله مو صحيح. اختبار قدرات مو اختبار رياضيات. صح إنه يعتمد على أساس الرياضيات، بس برضو ما حيكون اختبار رياضيات. في ناس كثير شباب بنات جيدين بالرياضيات مروا علي وقالوا لي قصصهم، ناس كثير في التلفزيون تسمع قصصهم جاب 90-95% مو قادر يدخل الجامعة. ليش؟ لأنه صح أساسيات الرياضيات، بس مو لازم أنك تكون، بس هو في الحقيقة مو اختبار رياضيات. أحد الأخطاء برضو أنه معقد، أنه صعب، أنه ما ينحل، أنه مدري إيه، أنه درجاتك ما تتغير. برضو مو صحيح. معقد هو تعقيداته في الإجراءات، في طبيعة الأسئلة، في كون اختبار جديد زي ما قلت لك. وعشان كذا أقول لك لما تروح تختبر مرة ومرتين وثلاث التعقيد هذا حينحل، حيبقى عندك شيء روتيني شيء عادي. صعب؟ ايوه صعب، انا اتفق معك تماما انه صعب، بس الصعب غالبا انك اذا ذكرت له استعديت له غالبا بيكون سهل، زيه زي اي شيء ثاني في الحياه. اخيرا احد الاخطاء اللي دائما متعلق بالاختبار انه والله الاشخاص الاذكياء يجيبوا درجات عاليه، الاشخاص الاقل ذكاء يجيبون درجات اقل. مو صحيح. الفكره انه عندك بعض الاسرار حنتكلم عنها في الحلقه هذه، وبعض الطرق للكمية حنتكلم عنها في الحلقة الثانية، بعض الطرق لللفظي والمقارنات حنتكلم عنها في الحلقة الثالثة. خذ هذه الطرق كلها، روح للاختبار قبل ما تروح للاختبار، خذ الطرق هذه اشتغل عليها وبعدين روح للاختبار وبإذن الله حتشوف الفرق. وقول ناصر ما قال. احنا تكلمنا عن الأخطاء، فقلنا من أكبر الأخطاء رقم واحد أنك عندك 5 فرص ما تختبر إلا فرصة واحدة، تستنى لثالث ثانوي تختبر، فعندك 5 فرص على الأقل اختبر 3. برضو من أكبر الأخطاء يقول لك اختبار القدرات ما له مذاكرة. مو صحيح، اختبار القدرات له مذاكرة. الآن خلينا ننتقل إلى أقسام الاختبار.
الاختبار رقم واحد، رقم واحد الاختبار عبارة عن أسئلة، كل سؤال له 4 خيارات، واضح؟ كل سؤال له 4 خيارات. فلو أعطينا مثال، مثلا مثال، مو طبعا سؤال ما حيجي في الاختبار، أوكي، سؤال من عندي بس عشان أعطيك مثال له. حيقول لك مثلا مين الشخص اللي يتحدث أمامك الآن؟ ألف مايكل هايزنبرغ، ب فايز المالكي، جيم ناصر الحربي، دال عبد الله أحمد. هذه طبيعة الاختبار، أوكي؟ سؤال يجي وعليه 4 خيارات، حتختار الجواب من 4 خيارات هذه. جميل؟ رقم 2، طبعا السؤال هذا حنرجع له في حلقة بعدين، وحنتكلم عن أسلوب ذكي جدا في أنك تجيب الجواب. رقم 2، الاختبار يعتمد على التضليل، يعني ما يعتمد على أنك مثلا تحط صح أو دائرة على الاختبار. الاختبار حتكون في ورقة إجابة حتعرض الآن أمامك على الشاشة، غالبا الورقة الإجابة هذه هي اللي حيكون عليها التضليل. فلو ما هي واضحة لك على الشاشة أو تبغى تشوفها عن كتب، إذا أخذت أي كتاب مرجع رسمي أو مثلا كتابي حتلقاها في أحد الصفحات، أنا حطيتها بالعنية عشان الشباب والبنات يتعودوا عليها، اللي هو بهذا الشكل. جميل، هذه الورقة الأولى، الورقة الثانية حيكون فيها الإجابات. فالاختبار 4 إجابات، الإجابة تعتمد، لما يكون الجواب مثلا دال حتروح لورقة الإجابة وتظلل دال. الاختبار برضو حيجيلك في أقسام، حيجيلك من 4 إلى 5 أقسام، غالبا المحوسب حيكون 4 أقسام والورقي 5 أقسام، أوكي؟ كل قسم فيه 25 دقيقة، بمعنى أنه القسم حيكون بلون معين وفيه 23 سؤال 24 سؤال 22 سؤال على حسب، ومعاك 25 دقيقة. فخلال 25 دقيقة أنت لك الحرية تماما في انتقال من سؤال رقم 1 إلى سؤال رقم 23. متى ما خلصت 25 دقيقة أنت مطلوب منك، مجبر على أنك تنتقل من القسم مثلا الأخضر إلى القسم البرتقالي. ونفس الشيء في البرتقالي، 25 دقيقة أقل أو أكثر، أسئلة بحوالي 23-22 سؤال، تخلص تنتقل للقسم اللي بعده وهكذا. فمجموع الأسئلة تقريبا أنت حتحل لك 100 سؤال، حتحل لك 100 سؤال تقريبا في 100 دقيقة أو 105 دقائق. باختصار كل سؤال حتعطيه دقيقة واحدة، وهذا السر من أسرار الاختبار، حنتكلم عنه في الجزء اللي بعده، في المقطع اللي بعده حنتكلم عن أسرار الاختبار. رقم 1، كل سؤال لازم دقيقة واحدة، وكل سؤال إجابة واحدة تضللها على ورقة الإجابة. بالطريقة هذه أنت تقدر تجيب إن شاء الله درجة عالية. من المهم جدا الآن أن نتكلم عن أنواع الأسئلة. عندنا أنواع الأسئلة، عندنا في كمي وفي لفظي. الكمي في أسئلة عادية، يعني أقصد أسئلة رياضية هندسية بتجي برسومات وبغيره، وكل سؤال برضو ب4 خيارات. من أقسام الكمي برضو أسئلة الإحصاء، بمعنى حيجي رسم وعليه 5 إلى 4 إلى 6 أسئلة بناء على الإحصاء الموجودة اللي قدامك، اللي هو غالبا تجيب رسومات. من الأسئلة برضو النوع الثالث من أسئلة الكمي، اللي هو أسئلة المقارنات، جدول في مقارنة بين قيمتين لازم تختار إيش القيمة الأكبر بينهم. هذا بالنسبة للكمي. بالنسبة لللفظي، 4 أنواع وأضافوا عليه مؤخرا قسم خامس جديد. القسم الأول استيعاب المقروء، نص ويجي عليه من 7-8 إلى 9 أسئلة على النص المعطى. القسم الثاني التناظر اللفظي، زوج من الكلمات تربط بينهم علاقة معينة، لابد أن تختار العلاقة المعينة هذه من خلال الخيارات 4 المعطاة مع السؤال. القسم الثالث إكمال الجمل، جملة فيها فراغين، هذه عبارة عن كلمتين، الخيارات 4 كل خيار يحتوي على كلمتين، تختار منها الخيار المناسب. النوع الرابع معاني المفردات، كلمة وتختار معناها، أضيفت مؤخرا الاستيعاب المقروء. النوع الخامس وهو النوع الجديد اللي أضافه السنة الماضية وكثير من الشباب والبنات ما عندهم فكرة عنه، الخطأ السياقي، جملة وفي كلمة معينة ما تتفق مع سياق الجملة هذه، لابد أنك تختار الكلمة هذه، أوكي؟ فهذا أقسام الكمي وهذا أقسام اللفظي.
لا تقلق من دحين، حنتكلم عنها بتفاصيل في الحلقات الجاية، بس يهمني أنك تعرف كيف طبيعة الأسئلة، إيش أنواع الأسئلة الموجودة في الاختبار. خليني أختم لك هذا الجزء عن الاختبار، أن الكتب اللي تستخدمها في مذاكرة الاختبار، أوكي؟ الكتب اللي تستخدمها عشان تذاكر الاختبار من باب الأمانة العلمية، وعشانه اختبار من مركز معتمد في أي مكان في العالم. لما تختبر اختبار يسمونه ستاندرايزد، اختبار قياسي، غالبا يقول لك لازم ترجع للمرجع الرسمي حقه. فعشان كذا انا انصحك اذا تبغى تذاكر الاختبار، رقم واحد حتستخدم المرجع الرسمي حق قياس. جميل، هذه من باب الامانه العلميه، لازم تستخدم المرجع الرسمي حق قياس عشان هو فيه الاسئله، لانه هذا المركز هو اللي يكتب الاسئله، هي الاسئله تجيك، هذا المركز هو برضه مسوي المرجع الرسمي، فعشان كذا حتستخدمه. شغله ثانيه، في المرجع نفسه الأسئلة موضوعة هي أسئلة عبارة عن أسئلة اختبارات القديمة، فهتحصل هنا نوع من الأسئلة اللي كانت تمر على الشباب والبنات اللي اختبروا قبلك. يجي ببالك أن الأسئلة اللي هنا هي اللي تجي في اختبار، فهتروح تذاكر من هذا عشان تقول لي ناصر قال لي والله الأسئلة هذه حتجي في اختبار. مو صحيح، الأسئلة هذه أسئلة قديمة بس جات في اختبارات زمان. هذا شيء. الشيء الثاني، غالبا المرجع الرسمي في بعض النقاط هنا وهناك اللي ما تقدر تساعدك ما تقدر تفهم فيها، أنا أنصحك بكتابي، كتاب صغير بسيط حليه ورايق تقدر تستفيد منه، أو أي كتاب ثاني أنت استخدمته من قبل، أو أخوك أختك زملات زميلاتك استخدموه من قبل، فشوف شيء كويس. بس أنا بعموما أنا هستخدم المرجع الرسمي للمركز الوطني الكتاب الأخضر أو كتابي، وهذا حيكون معانا طوال الأربع حلقات.